اتوال 707 اتوال 1 ديس كود يوصلك لل 50 مليون كاش في كويز حار كل ليله خميس. فريق الحار قاعدين يرجعوا رويدا رويدا. برافو. مازال لنا الديسير، مازال لنا الديسير. ها لازمنا نفكوا الديسير كالعاده. عندنا لي دو كوفرفور، ها زوز خزنات مطالبين انكم تطلعوا الكود من خلال المؤشرات اللي باش نعطيهم انا تو. محمد اماني حاضرين. افا شكون جاي؟ ركزوا يا والله حوايج. يا سي اسماعيل المنصب في التيرز يسكر وانا مش نمشي نرقد، دونك قبل ما نرقد جبت لها كادو. شكون هي اللي جبت لها كادو؟ اللي ساكنه قلبي، اللي فؤادي اترشق ترشيق من راني ما نصبرش عليها. راني من شكون؟ لشكون؟ خوخة. شنو تيتانيك؟ خلود ما عندكش زهر دار. ما نجمش نقبلوا خطيب يستنى فيك. خطيبة يستنى فيها به هكا. اون بلوس كملت اون بلوس كملت خدمتها. عندنا في الاصل شيف غسان. في الاصل انا راني جبت الكوثر. انا جبت الكوثر. نقول لك حاجه، انت هترت. انا ماشي نرقد وتلفت وبر مشي يروح وهز كادوك وهز كادوك خنعتها الكادو يا خويا. خل نشوف واش فيه مرتك يا قياس. خل نشوف واش فيه كادو. اش فيه كادو؟ تفضل يا احلى كوكو. ما شاء الله كلبسه وكل يا كاظر. بربي حل الكادو. خل نشوف هالكادو. حل حل طيب. يا ربي شنو فيه؟ يا ربي تيش فيه يا كوثر؟ برك خاتم ديامونت. اش فما؟ اش فما؟ بورتابل. خسارتك خسارتك بورتابل. والله خسارتك. لو بان ذكر اش فيه؟ اش فيه؟ لا 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 ايش؟ ايش؟ شو لو هذاك؟ شو سواك؟ سواك حار. سواك حار. ايش؟ سواك حار لي انا اش تقصد؟ اسمع هذايا ظهر فيك جيبوا لمرتك حلومه يا خالد. سامحني ما كتبتي حلومه في قبر سيدي محروسه يا بتاع مقدام. اهلي لا تعرفوا. يا حلومه يا بتاع مقدام. الروان هذي ما فيش بيهم. في بالك هربت العاهلي لا تعرفوا. عليك بالله. والله قلت لك مازال عايش في ليزاني 40. قلت لك ولا لا؟ الراجل عنده البرايه يا كاين. جا ربي وسط وامشي يقصد ربي. تو تستعملوها. انا ماشي نرق برا ليلتك زين. على خير على خير. يلا سيدي خلينا في الديسير. خير ها. فريق الحار فريق الحلو كل واحد مطالب انه يطلع الكود نتاع الكوفر. كوفر اللي فيه الديسير. نبداو بكم انتم فريق الحار بما انكم ربحتوا. لا ربحتوا بما انكم ربحتوا. قبيليكا حاضرين ان شاء الله كالعاده. توب وستوب. راهي حساب راهي حساب راهي حساب. لا 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 هذايا الكود عاد. فيها حساب فيها حساب فيها تركيز فيها ارقام. عندكم توب وستوب ثلاثة مرات. نبداو واحدة واحدة. استعملوهم. قول لي ستوب يقف التوقيت العداد. ستوب نرجع نرجعوا للعداد. اتفقنا ثلاثة مرات. فريق الحار توب. نمرو الأول هو ترتيب منتخب البرازيل في التصنيف الأخير للفيفا. ستوب. قداش الترتيب نتاعها في الفيفا؟ الثاني ولا الثالث؟ شنو الثاني ولا الثالث؟ نلعبوا البرازيل الاولى. انا قلت لك الاولى اللي نعرفها. انت تعرف الكوره ولا لا؟ هي تبع سمعت ما عندهاش توا يا جماعه. اي قداش سمعت؟ شنو سمعت؟ نسيت والله نسيت. نسيت ثانية والله نسيت. توب. النمر الثاني هو عدد ابواب الجنة. سبعة. النمر الثالث كي تجيبه في لعبة الشيشبيش تفرح وتعاود تلعب مرة أخرى. ستة. سبعة ستة. كان طلعت الرقم الاول تنجم تعرف الرقم الاخر خطرهم كيف كيف. زوز نوامر الاولانيين هي اكثر منطقه يحبوها المهاجمين. زوز نوامر الاخرانيين هما دوك. اش عندنا؟ عندنا سته هكا ولا سبعه؟ سبعه اربعه سته.
مازالكم زوز مؤشرات، مازالكم زوز مؤشرات. الاولاني واحد والاخراني واحد. استعملتوا مارتين توب. قال لك اللي هو في الاولاني هو بيدو الاخراني. توب. الزوز نوامر الاخرانيين هما تاريخ معركة الجلاء، الكود نتاع الخزنة هو تاريخ صدور دستور عهد الأمان. ستوب. 1600 ألف تاريخ صدور دستور عهد الأمان من خرج 18 أكتوبر 1864. شنو هذا دخل بيزا ذي يا ولاد؟ ماذا تعود لنا؟ لا توب شعودوا من الأول عاود من الأول. النمر الأول هو ترتيب منتخب البرازيل في التصنيف الأخير للفيفا. النمر الثاني هو عدد أبواب الجنة. النمر الثالث كي تجيبوا في لعبة الشيش بيش تفرح وتعود تلعب مرة أخرى. كان طلعت الرقم الأول انتهى التوقيت. أعطيوني الكود تاع الخزنة. اللولة ما انت توا دوختني انت صاي انتهى التوقيت توا تعطيوني مباشرة الكود تاع الخزنة. 1761 سيد المخرج 1761 هو الكود متاع الخزنة حسب محمد عبد الحميد وكوثر. عبد الحميد ما نعرفش علاش من الأول قلت كلمة خاصة كعطيت المؤشر الأخير. أنا قلت 1766 كيفاه أنت؟ 1766 خلينا نشوفوا سيد المخرج عطينا الكوفر يتحل ولا يقعد مسكر؟ مسكر يقعد مسكر. خلينا نعاودوا من الأول. النمر الأول هو ترتيب منتخب البرازيل في التصنيف الأخير للفيفا، دونك البرازيل هي الأولى، دونك رقم واحد. وانت بعد قلت اثنين وثلاثة ما قاطع. النمر الثاني هو عدد أبواب الجنة، سبعة هما ثمانية أبواب، ثمانية أبواب، ثمانية. النمر الثالث كي تجيبوا في لعبة الشيشبيش تفرح وتعاود تلعب مرة أخرى هو رقم ستة. نفرحوا كي نجيبوه في الشيشبيش. كان طلعت الرقم الأول تنجم تعرف الرقم الأخر خاطرهم كيف كيف. دونك الرقم الأول هو واحد، الرقم الأخر 1861. زوز نوامر الأولانيين هي أكثر منطقة يحبوها المهاجمين اللي هي 18 متر 18. كيف كيف هنا غلطوا في رقم سبعة. زوز نوامر الأخرانيين هما تاريخ معركة الجلاء. الكود متاع الخزنة هو تاريخ صدور دستور عهد الأمان 1861. غلطوا في رقم والكفر قعد مسكر ما تحلش. فريق الحلو حاضرين؟ نمشي للجنة بصراحة. عليه اللطف، عليه اللطف، إن شاء الله نمشي لكل الجنة. سبق الخير يا كوفي. يلا فريق الحلو تركيز حاضرين. سيد المخرج توب. النمر الأول يوفى به اسم جزيرة بجنب الصين، لا فهمنا تبعتها لا مش تبعتها. النمر الثاني هو الفترة اللي يقعدها لاعب كرة اليد على البنك كيف يتم استبعاده. ستوب. تايوان وان 1230 بالسبعة 1212 12. النمر الثالث يتكون من ثلاثة حروف. النمر الرابع هو عدد ألقاب رابطة الأبطال الأوروبية اللي فاز بها نادي باريس سان جيرمان. ستوب. 1260 شنو هي؟ توب. زوز نوامر الأولانيين كي تمشي للإدارة يقولوا لك أرجع من بعد وقت الفطور. زوز نوامر الأخرانيين تلقاهم كيف تاخذ خمسة زازن ملصوقة وتحسبهم بالورقة بالورقة. الكود نتاع الخزنة هو تاريخ معركة عين جالوت بالتقويم الميلادي. شنو هذه؟ انتهى التوقيت ما عادش نجم نعاود لكم حتى مؤشر. 12 فريق الحلو اعطيوني الدسير بالورقة ستة. هاي انتهى التوقيت اعطيني الكود. اماني واحد اي واحد اماني واحد اثنين صفر. اما الاخرين ما وخليك فهمت كي تاخذ الطوزينه الملسوقه 1260
اعطيني لي جيم. لا قطع. واحد اثنين صفر. اي اماني ما عادش عندي توقيت اعطيني. 1260. اماني اعطيني التوقيت. 1260. اماني. 1260. 1260. ها؟ لا لا. صفر. احنا عندنا تايوان 1. باهي 1206. 1206 سيد المخرج قلبلها صفر بالستة. سيد المخرج 1206. ميرسي سيد المخرج. ما يتحلش. دونك رقم واحد تايوان تحليلك صحيح. النمرو الثاني هو الفترة اللي يقعدها لاعب كرة اليد على البنك كيف يتم استبعاده كيف كيف. دونك دقيقتين. دونك اثنين. النمرو الثالث يتكون من ثلاثة حروف. صفر. ستة. ستة. النمر الرابع هو عدد ألقاب رابطة الأبطال الأوروبية اللي فاز بها نادي باريس سان جيرمان. دونك صفر. زوز نوامر الأولانيين كي تمشي للدار يقولوا لك ارجع بعد وقت الفطور اللي هو 12. زوز نوامر الأخرانيين تلقاهم كيف تاخذ خمسة زازن ملصوقة وتحسبهم بالورقة. بالورقة كود نتاع الخزنة هو تاريخ معركة عين جالوت بالتقويم الميلادي 1260. 1260. لا لا حتى سمعت الكلام. فما فوز كم شنو فما شكون مفخ لك في وذنك من غادي مفخ لي وانا ما بخشه في الاخر. ادي سير زاد كيف كيف لا الفريق الحار ولا الفريق الحلو خذا ديسير. نرجعوا دونك قالت ليخ قال الاخر وين كنا. عندنا التحريشه والونتري وعندنا السويت. نمشيو للاديسيون وما ادراك ما لاديسيون في كويس حار. مازلنا مواصلين معاكم في كويس حار بعد رجوع القيدوم رجوع عبد الحميد. رجوع تعادل عادل في الديسير منعته بعد رقصة مصر منعته لاديسيون باش تفصل المباراة. رجوع محتشم محتشم اباب اهلا بش شيخ نصير. لا هذه دخلة بتاع توم كروز ساعة وعشرة فكرة الليل راهو ماك تعرف خلود تخرج تدخل وين كنت؟ كنت تخدم على روحك في قطر كان في المونديال سي عبد الحميد ضربوا قطر السيد ضربوا تنشيط ساحي ساحي تصفيق بربي عزام غسان يرجع الحلوة التوة والدنيا والكرافيت به لاديسيون قانون تعرفوه كل حد عنده لاديسيون متاعو. نعرف ما نحبوش الخلاص احنا التوانسة ولكن مطالبين انكم تعطيوني لاديسيون صحيح. عاود قل لي انا نسيت كيفاش نحسبه قل لي باش تخرج لك لاديسيون قدامك تحفظ المكونات أيوة. وتعطيني الحسبة متاع لاديسيون صحيح حسابك جيبه صحيح الله يبارك مقارنك ساكس هراكم انا نحسب السوارد احسب السوارد الله يبارك اتفقنا الله يبارك. فريق الحار لاديسيون نتاعكم 1 2 3 4 5 يلا اعطيني الحسبه نتاعكم لاديسيون حسبة تقريبا 30 دينار انا 30 دينار نتاعك انا فخاز الدجاج شفت من هنا عندك 11000 و7 و5 و8 و5 8 و8000 من هنا ما سبقش معناها حكايه تشوى 40 15 و8 هاي قد ايه ايش قد ايه 20 22 ايش قد ايه 32 و500 48 قول يا ودي فما مازلنا جازوز 48 ولا قديه عبد الحميد 42 42 دينار فريق الحار. فريق الحلو لاديسيون نتاعكم 30. انتهى التوقيت فريق الحلو اعطيني حسبتكم لاديسيون نتاعكم قداش 60 دينار 60 دينار فريق الحلو. خلينا سيد المخرج نكتشفوا لاديسيون نتاع الفريق الحار
والفريق الحلو. قداش قلتوا انتوما؟ 42 دينار. للاسف الاجابه غالطه، 48 دينار و500 ما كنتوش بعاد برش، ما كومش بعاد برش. خلينا نشوفوا الفريق الحلو. سيد المخرج ستين دينار، يطلعوا ستين هذوكم، لا ستين 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 دينار. تسبيقة على الفريق الحلو، مبروك عليك اماني تخلص كاس محمد اللي جاب حدايا. حب تسبيقة كبيرة على محمد، تسبيقة براك. جيب لي البنوتة، جيب لي البنوتة، يجي 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 يجي. مبروك عليك محمد. هاك بركي تمشي البيسين. إقامة لشخصين في نزلة النزل الخيم جاردن من هدية روسي كافواياج. مبروك عليك. أمنتي باش نعطيك معاك مدى، باش نعطيك ثلاثة أشخاص من هدية روسي كافواياج. مبروك عليك محمد، تسبيقة كبيرة على محمد. أماني في تخلص كاش، أماني جاب حذايا. بعد شوية أماني في تخلص كاش، واللعب على 5 ملايين في كويس حار. أماني تخلص كاش، ذراعك يا علاب، تعرف القانون، تحفظ الماكسيموم الإجابات وتعطيهم لي مرتبين، كل إجابة عليها 500 دينار. تكنيك سهلة، حاول أحفظ الماكسيموم، ما تمهمش روحك بالإجابات اللي من بعد، ركز الماكسيموم. وقت اللي تقول لي حاضرة نبدأ. حاضرة حاضرة. شهيق زفير سيد المخرج توب.
كاويزي وقفت غادي يس عاود لي سبت سبت في الدار نخرج من تونس تخرج من تونس خمسة خمسة بيضة بيضة وقفت غادي السبت صحيحة في الدار صحيحة قلت لي تحب تخرج من تونس هذا ما حبيتكش لما حالما يبقى ذيك لا فيريتي لا فيريتي دونك صحيحة أربع حروف خمسة حروف عفوا صحيحة بيضة صحيحة خليت السادس اللي هو صفر سابع اللي هو 2023 بوناني ثامنة تسعة صفراء الجاتو اللي في دار قياس عنا زوز خبز جاتو تصفيقة كبيرة عليها مبروك عليك ماني عنا مليون اثنين اثنين ونص زوز ملايين ونص مبروك عليك ماني تصفيقة كبيرة عليها مبروك عليك ماني من هدية تسالة تونس مبروك عليك ماني أمو قد بحضينا شوية عن حكاية أو بحضيك مش نعم ببيرة أو لهنا شيف خلوني لهنا 2023 أخذت شيكة أخذت شيكة 2023 إن شاء الله عام مبروك على التوانسة الكل وعلي تفرجوا فينا الكل إن شاء الله نكونوا عملنا جو معاكم إن شاء الله دخلنا لدياركم توحشتوهم كوثر فرحات سفيان قياس جمال فتحي منال إن شاء الله ما نسيت حد تحية كبيرة للناس الكل توحشت دخلنا لدياركم إن شاء الله نكونوا فرحناكم إن شاء الله عملنا معكم جو بقى اليوم أبار أنه جاينا رأس العام باش نخلي لكم ساعة كل واحد يعطيني كلمة على رأس العام عنا مناسبة أخرى ما تبدلوش القناة كما يقولوا فيها خاطر عنا مناسبة بعد شوية خليهم يعملوا تور دو تابل متاعهم مناسبة مهمة جدا نبدأ بك أنت كوثر 2023 شنو تتمنى شنو تحب تقول للتوانسة نخلي لك كلمة الختام 2023 إن شاء الله يا ربي مبروك على مانيش باش نقول البشرية برك على اي حاجه ربي خلقها في الدنيا وان شاء الله مبروك علينا السويك اللي جابوه السويك اللي باش تمشي نعمل بيه السويك الحار بعد ان شاء الله مبروك علينا انا متفائله خير ومتفائله لتونس ان شاء الله الف خير حاجه اخرى صارت لي مزيانه في 2022 مانيش نرمي في الورود والله العظيم اللي هي حار كويز وهاللمه المزيان تصفيق برا يرحم ويجيك ويعمر مكاتبك ويزهي ايامك وينور لياليك الله ينحيك وشكرا على لمتنا المزيانه الله ينحيك يا كوك جمال 2023 نتمنى عام سعيد لتونس كلها من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها بالجزر نتاعها بارخبيل قرقنا باش حتى فرحتها هنا ما يتغشاش علينا ان شاء الله البشريه جمعاء ان شاء الله عام الجاي خير من اللي تعدى في جميع الميادين على تونس تعدى عام صعيب على العالم الكل بعد الحرب الاوكرانيه وهلما جر وبعد ان شاء الله العام الجاي ما ثم حتى شيء خايف في الدنيا لحتى انسان في الكره الارضيه برا عامكم مبروك امين سفيان لنهجك احنا نقول ان شاء الله يا ربي يفرج على بلادنا امين ويخرجها مال الغصره امين وان شاء الله يا ربي يعطينا الوقت الطيب احنا مش مشكله امين لصغيراتنا والاهلنا ومالينا امين وحنن القلوب على بعضها امين وحببنا في بعضنا امين وبعد علينا الوكس والهم وكل من تسبب في الغمه امين هاي يا اخوي باش نعطيك امين يا رب العالمين امين ربي زاد نحب تحية خاصة رياض النهدي نسيناه ولطفي بندقة زادة كيف كيف تحية كبيرة اليوم كيفاش؟ فتحي سلمت عليه صحيح فتوح المعلم منال الكل تحية كبيرة اليوم قيس 2023 ما أقصر العمر لولا فسحة الأمل احنا شعب بحبوح شعب طيب تفرتنا فرتونا تأزمنا أزمونا مرضنا مدونا يلزم نرجع لرواحنا رواحنا يعني توانسة اللي نحبوا بعضنا برغم اختلافاتنا نحنوا على بعضنا برغم فقرنا الله يهلك من دبدبنا الله يضره ما نقولش الله يهديه
على خاطر كيبدا الفعل وراه فكره نتاع تحطيم بلاد وتاريخ وشعب ما نجم كان ندعي به بالخايب. ونقول الأهلي وماليا واصحابي وحبابي وبر تونس ان شاء الله نعقبوا هالعقبه بخير وربي نرجعوا في النهايه يرحمنا ويغيثنا بالمطر. امين. لولا قطرات المطر لولا ما يرحمناش ربي بالمطر قل على تونس السلام. لاباس ان شاء الله ربي يرحمنا. ميرسي بوكو قياس. نحب نشكر اس او اس تريتور شوكولاتين روستيكا فواياج و تونيزي تيليكوم. تونيزي تيليكوم خاصة فما واحد نسيناه الحاج اسماعيل زاد بربي نحب تصفيقة كبيرة عليه. سمعي سمعي عيط لك جرب عيط يا اسماعيل يا اسماعيل. قدر 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 شب حربوشتو. اليوم 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 عيد ميلاد شخص نحبه برشا تعرفت عليه ما عنديش مده كبيره ولكن ربحت منه برشا حاجات تجربه محبه انكادرمون اللي هو عبد الحميد بن قياس. تصديق عليه اليوم عيد ميلاده كل عام وانت حي بخير عبد الحميد. شيف غسان مجد كبير تحيه كبيره لكم كل عام تحيه بخير. Happy birthday to you. 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 انزل يا جميل الساحة وتمختر كده بالراحة مع ان عينيك ولا ان نظرة عينيك دباحة ملك طالع من عالي يا مالي قلبي لايال ملك طالع من عالي يا مالي قلبي ليالي أمرك يا جميل ريبا. Happy birthday to you. أنا معنا. Happy birthday to you. 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 يا وعد على الأيام من غير ما تحس تعال يا وعد على الأيام من غير ما تحس تعال تاخد أكتر ما تدي وأنا ويا الأيام وحدي تاخد أكتر ما تدي وانا ويا الايام وحدي يا قمر الليل يا قمر الليل وردي شاور للنجمة تهدي يا قمر الليل الوردي شاور للنجمة تهدي قمرك يا جميل. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.